السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو مهم للناس اللي حابة تسجل في برنامج أونتري إكسبريس، البرنامج الفيدرالي، باستثناء مقاطعة كيبيك التي تملك يعني برنامج هجرة الخاص بها. اليوم راح نتكلم على امتحانات اللغة المقبولة في هذا البرنامج، لأنه كل برنامج عنده امتحانات الخاصة به. على سبيل المثال، أريما فيها 8 امتحانات لغة فرنسية مقبولة زائد امتحان في اللغة الإنجليزية، لكن أونتر إكسبريس كاين امتحانين فقط في اللغة الفرنسية الذي يعني مقبولين، كاينين زوج فقط، وامتحانين في اللغة الإنجليزية، وراح نشوفهم مع بعض بعد قليل. إذا نبدأ على بركة الله. إذا بالنسبة لبرنامج أونتر إكسبريس، لازم يكون عندكم أن تيست de connaissance de la langue française ولا تيست في اللغة الإنجليزية باش تقدروا تسجلوا في هذا البرنامج. كما راكم تشوفوا هنايا لي كومبيتونس، كاين يعني 4 محاور أساسية، هي ليكسبيريونس إكريت، لا كومبريونسيون دو ليكري، لا كومبريونسيون دورال، اي ليكسبريسيون أورال. نروحوا مباشرة لو تيست يعني الأول اللي مقبول في أونتر إكسبريس، وهو لو تي أو إف كندا، تيست ديفالواسيون دو فرونسي. يعني في المحاور يعني الأربعة اللي تكلمنا عليهم، والامتحان الثاني هو لو تي سي اف كندا، تيست دو كونيسونس دو فرونسي، وفيه أيضا 4 محاور. بالنسبة لامتحان اللغة الإنجليزية كاينين زوج، كاين لو سي او ال بي بي، هذا الامتحان الأول. وهنا يعني ملاحظة مهمة، لازم ديروا لو سي او LPIP جينيرال، ما ديروش جينيرال LS. إذا هنا ملاحظة يعني مهمة جدا، أنه الناس اللي حابة تجتاز هذا الامتحان، امتحان اللغة الإنجليزية، لازم تدير لو اسمه ليكزامان جينيرال ماشي جينيرال LS، لأنه مرفوض. كاين امتحان ثاني للغة الإنجليزية، وهو امتحان معروف ومقبول أيضا في برنامج أريما، وهو الآيلتس. وهنا ايضا عندنا ملاحظه مهمه، لازم تديروا لو جينيرال ترينين، ما ديروش ليكزامان اكاديميك. اذا الامتحان المقبول هو الايلتس جينيرال ترينين ماشي اكاديميك. الاكاديميك راه ماهوش مقبول سواء في اونتري اكسبريس او حتى في طلب الجنسيه الكنديه. اذا هنا رانا شفنا الامتحانات، كاين لو تي سي اف كندا، لو تي او اف كندا، وبالنسبه لامتحان اللغه الانجليزيه كاينين زوج ايضا، الأول هو CELPIP General، والثاني هو IELTS General Training. إذا هنا كما راكم تشوفوا كاين 4 امتحانات مقبولة في أونتري إكسبريس لا أكثر. وفي المقابل عندك في امتحان في برنامج أريما كاين 8 امتحانات لغة فرنسية مقبولة زائد IELTS يعني اللي مقبول في أريما. إذا هنا كاين شرط آخر عند التسجيل في برنامج أونتر إكسبريس، لازم يكون هذا الامتحان اجتزته يعني عنده أقل من سنتين، لأنه عند التسجيل لازم يكون عندك أقل يعني الامتحان يكون عنده أقل من سنتين. وإذا تم اختيارك لازم تفيريفي إذا كان هذا الامتحان يعني مازال ما عقبش عليه سنتين، لأنه كنت عقب عليه سنتين أو أكثر، حتى وإن تم قبولك يعني بعثوا لك انفيتاسيون، سوف يرفض ملف طلب الإقامة الدائمة، لأنه ما راح يشوفوا مباشرة لو تيست دو لونغ اسكيلي فالابل ولا اني بلو فالابل. إذا هذا يعني شيء مهم جدا، عند التسجيل يكون يعني عنده أقل من سنتين هذا الامتحان، وعند القبول في حالة القبول لازم تتأكدوا أنه ليكزام هذا إلي توجور فالابل. إذا يعني بالتوفيق للجميع، وإلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة.